بينما اتجهت الأنظار يوم أمس لاستقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي بعد إحاطته أمام مجلس الأمن، وتطورت الأوضاع السياسية المأزومة في ليبيا، توجه محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى واشنطن تلبية لدعوة من المجلس الأطلسي وللمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي التي يشارك فيها أيضا وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة. فهل تكون هذه الزيارات بروتوكولية أم ستكون لها نتائج على المستوى الاقتصادي والسياسي؟ هذا ما سنحاول طرحه هذه الليلة. وقبل التطرق مشاهدينا إلى تفاصيل موضوعنا مع ضيوفنا، أدعوكم لمشاهدة هذا التقرير ثم نعود. ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير مع المجلس الأطلسي مطلع هذا الأسبوع آخر تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي الليبي. وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن دعم المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على معدلات إنتاج النفط وزيادته، والعمل بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب لإقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية. كما عرض الكبير رؤية المصرف وسياساته في مواجهة التحديات للمحافظة على الاستدامة المالية للدولة الليبية والتغيرات الجيوسياسية الدولية. ويزور الكبير واشنطن هذه الأيام للمشاركة في اجتماعات الربيع والتي افتتحت يوم الثلاثاء، وتناقش حالة الاقتصاد العالمي ومساعدة البلدان على مكافحة تغيير المناخ والدول الأكثر مديونية. ويشارك في هذه الاجتماعات محافظ البنوك المركزية مع وزراء المالية والتنمية والأكاديميون وممثل القطاع الخاص والمجتمع المدني. في ذات السياق بحث وفد حكومة الوحدة الوطنية خلال اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن مع إدارة المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار ميجا سبل تسهيل عودة المستثمرين الأجانب إلى ليبيا. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية أن الاجتماع الذي ضم من الجانب الليبي وزير النفط والغاز المكلف الدكتور خليفة عبد الصادق ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة ومصطفى المانع عضو المؤسسة الليبية للاستثمار ومحمد حمودة المتحدث الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بالإضافة لأسامة الضرات مستشار رئيس الوزراء لشؤون الكهرباء والطاقة، وحضره بال مدير العمليات في المؤسسة الدولية لضمان الاستشارة وفريقه العامل. وناقش الاجتماع سبل توفير الضمانات وتسهيل عودة المستثمرين إلى ليبيا خاصة في قطاع الطاقات المتجددة. وأشار المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة أن الوفد الليبي أحاط إدارة المؤسسة باستراتيجية حكومة الوحدة الوطنية في مجال الطاقات المتجددة والتي تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز الاستدامة البيئية في ليبيا. مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. للنقاش ينضم إلينا كل من رئيس حزب صوت الشعب فتحي الشبلي، الخبير الاقتصادي مختار الجديد، والمدير التنفيذي لمنظمة حراك ليبيا الحديثة عامر أحمادي، وينضم إلينا أيضا بعد قليل المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة. مساء الخير وأهلا بكم ضيوفي. أبدأ معك سيد الجديد. إذن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ناقش مع المجلس الأطلسي مطلع هذا الأسبوع آخر التطورات، كما جاء في بيان المصرف، آخر تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي الليبي في اجتماع عقده الطرفين في واشنطن. كيف ترى هذه التطورات أو هذه اللقاءات في علاقة بتطور الوضع الاقتصادي الليبي؟ هل الكبير اختار الوجهة الصحيحة برأيك في ظل ما تعيشه ليبيا من تضخم ووضع اقتصادي متدني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. مساء الخير، مساء الخير لضيوفك الكرام، مساء الخير لمتابعي قناه الدول الاعزاء. طبعا الامر في شقين، شق الزياره الى واشنطن وحضور اجتماعات صندوق النقد الدولي بالاضافه لاجتماع بعض المؤسسات المهنيه والاكاديميه. في الجانب الاخر ترويج اعلامي او تلميع للحدث وكان انجاز تاريخي يتحقق في ليبيا. يعني حقيقه بكل اسف ان هذه الاجتماعات هي اجتماعات روتينيه شكليه لن تفضي الى شيء يعني على ارض الواقع. النقطه الاساسيه في هذه المواضيع بالدرجه الاولى هي اللقاء الخاص مع رجال الاعمال ربما للحديث عن الست في ليبيا خصوصا في مجال الطاقه.
ولكن هذا الامر يعني ايضا يعني سابق لاوانه، باعتبار ان المستثمرين يعرفوا البيئه الليبيه جيدا، يعرفوا انها غير مناسبه للاستثمار في ظل عدم الاستقرار، في حاله عدم الاستقرار الامني. اذا الحديث عن معالجه الاشكاليات او معالجه مشكله ليبيا هناك في امريكا، اعتقد هذا امر يعني جانب المحافظ المركزي للصواب، او ربما لم يفكر في، يعني لو كان يبحث حقيقه عن المشاكل او معالجه الاقتصاد الليبي اللي يعاني منها المواطن الليبي حاليا. المواطن الليبي لا يفكر بالاستثمار ولا يفكر بغيره، المواطن الليبي يفكر بلقمه العيش، لو يفكر في اسعار المواد الغذائيه التي زادت بحوالي 30% و40%، هذا ما يشغل بال المواطنين بالدرجه الاولى. كان الاجدى في المحافظ المصرف المركزي ان يجلس مع حكومه الوحده الوطنيه، وان يجلس مع وزير الماليه، ان يلتقيه هنا في ليبيا، لا ان يلتقيه في واشنطن. كان يلتقي بوزاره الاقتصاد لمعالجه المخترقات والمشاكل التي افضت الى ما نحن فيه، وربما واللي ربما يكون اغلبها مشاكل شخصيه بامكان تجاوزها وبامكان ايجاد حلول لما نحن فيه. ولكن بكل اسف يعني نبحث عن اشياء من نسموا فيها من ترف ولا ترفيه، يعني اشياء يعني لا تمس الواقع الاقتصادي اليومي بالدرجه الاولى. يعني الناس تعاني من شح السيوله، تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار، تعاني من ارتفاع اسعار السلع الاساسيه، ويدا صديق كبير لمناقشه الاستثمار في ليبيا. يعني اعتقد ان الامر بكل اسف انه وكان المسؤولين وكانوا ما يعيشوش معنا. يعني الكلام هذا طبعا يقال عن محافظ مصر المركزي، يقال عن وزير الماليه، يقال عن كل المسؤولين الذين يعيشون في وادي، والشعب الليبي يعيش في وادي اخر. طيب سيد مختار جديد، ابقى معنا، امر معك. سيد فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب يتحدث ضيفي اليوم ويقول كان من الاجدر اليوم لقاء الكبير مع وفد عن دبيبه او دبيبه شخصيا داخل ليبيا لفض المشاكل، ولكن كما تعلم ان التوترات والصراع تصاعد نوعا ما في الفتره الاخيره ما بين الكبير ودبيبه. الكبير اتجه الى واشنطن للمشاركه في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أيضا مع الاجتماع للمجلس الأطلسي الذي تم افتتاحه يوم أمس. وتعلم جيدا كما كنت أقول العلاقات المتوترة بينه وبين رئيس الحكومة المؤقتة. البعض رأى أن هذه الزيارة لواشنطن لن تقتصر على الوضع الاقتصادي فقط، بل سيكون هناك اجتماعات مع شخصيات سياسية أمريكية في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الكبير ودبيبة. برأيك ما مدى واقعية هذا الطرح، وهل ترى أن واشنطن تستطيع لعب دور الوسيط بهذا خصوصا؟ أولا تحية تقدير واحترام ليك وللفريق الفني المصاحب ليك هذه الليلة ولضيوفك الكرام. هل الصوت واضح؟ واضح واضح سيد فتحي، تفضل. كما كان ضيفك يقول بالضبط، ما علاقة ليبيا باجتماع الربيع أو صندوق النقد الدولي؟ ونحن نعرف أن اجتماع الربيع وصندوق النقد الدولي يجتمع لمعالجة الدول الأكثر ديون في العالم. ليبيا دولة ليس لديها أي ديون، وليس هناك أي دولة في العالم لديها دين ليبيا، بل إن ليبيا لديها ديون ولديها 56 قرض. إلى حد هذه اليوم لم يجني منها السيد الصديق الكبير اي عائد. ليبيا دعمت الليره التركيه عندما انهارت الليره التركيه ب 10 مليار دولار، ودعمت الجنيه المصري ب 3 مليار دولار، اي ان ليبيا ليست في الوضع الاقتصادي السيء الذي يصورونه لنا. زياره السيد الصديق الكبير، والخلاف ليس بين دبيبه والصديق الكبير فقط، ولكن الخلاف ما بين كل الليبيين مجتمعين اليوم وهذا الرجل الذي نحن نصنفه، وخاصة بعد زيارته اليوم لأمريكا وفي هذا الضرب الاقتصادي وفي هذه المعاناة وفي هذا الجحيم الذي يعيشه الليبيين من حيث عدم توفر السيولة وزيادة غلاء الأسعار بنسبة 30% نتيجة الضريبة التي فرضها على الدولار بالتآمر مع رئيس مجلس النواب. نحن قلنا ولا زلنا ونقولها صريحة أن هذا الرجل هو رجل وموظف لدى الإدارة الأمريكية ولدى الإدارة البريطانية منذ أن قدم، وهذا سر قوته. لعل الكثير يتساءل ما سر قوة هذا الرجل في أن يحتفظ بالمصرف المركزي لمدة 12 سنة.
على شاشتكم أذكر منذ سنتين أو سنة ونصف خرج أحد أعضاء المجلس الانتقالي وقالها صريحة، وقال أنا لدي المستندات. قال عندما اجتمعنا في 2011 لتنصيب محافظ لمصرف ليبيا المركزي، جاءنا السفير البريطاني وقال لنا بالحرف الواحد إذا لم يتم تنصيب الصديق الكبير محافظا لمصرف ليبيا المركزي أنسوا كل الأموال المجمدة. مع العلم أن السيد الصديق الكبير في ذلك الوقت مدان جنائيا ومحكوم عليه أيام النظام السابق في جريمة تخص الاقتصاد الليبي وتخص المصارف الليبية. إذن نحن نتعامل مع رجل وضع يده على المصرف الأمريكي، المصرف المركزي الليبي بقوة الإدارة البريطانية وبقوة الإدارة الأمريكية، وزيارته اليوم هي لتلميع صورته لا أكثر ولا أقل، ولمحاولة كسب الدعم الأمريكي، لأن هناك الآن مشاورات وهناك أمور تتم تحت الطاولة لتغيير هذا المحافظ بالاتفاق ما بين قوى سياسية معينة في ليبيا. إذن هذه الزيارة تؤكد ما نقوله من أن الصديق الكبير هو رجل لا علاقة له بالليبيين، وإنما هو موظف لدى المصرف المركزي البريطاني والمصرف المركزي الأمريكي، وما مكلف به هو قيادة ليبيا إلى صندوق النقد الدولي حتى تكتمل الهيمنة. الآن هناك فوضى سياسية، هناك تدخل اجتماعي لإفساد المجتمع الليبي من قبل هذا المجتمع الدولي وخاصة البعثة، التي آخر صيحة خرجت لنا بها أنها تعاقدت مع منصة بريطانية للشادين جنسيا لتعيين رجل لأخذ حقوق الشادين جنسيا في ليبيا. سياسيا ها هي الفرقة تدور في كل مكان. الضربة الأخيرة اللي هي قيادة ليبيا إلى صندوق النقد الدولي في الوقت الذي اليوم فيه ليبيا هي الأولى في تصدير النفط أفريقيا، وأسعار النفط تصل إلى 90 دولار اليوم. ولكن مع ذلك ليبيا اليوم تعيش في أزمة اقتصادية سيد فتحي الشبلي. مع ذلك نحن نعيش في أزمة اقتصادية مصطنعة. بالضبط. أعطيني 30 ثانية. تفضل سيد فتحي حتى نفسح المجال لبقي الضيوف. نعم، هناك جملة من الإجراءات الاقتصادية البسيطة التي لو اتخذت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. طيب نعود بعد قليل ممكن معك ومع سيد مختار جديد إلى هذه الإجراءات الاقتصادية التي يمكن أن تحل الأزمة الاقتصادية التي تتأزم أكثر وأكثر ويوم بعد يوم في ليبيا. أذهب معك سيد عامر أحمد المدير التنفيذي لمنظمة حراك ليبيا الحديثة. سيد فتحي الشبلي تحدث عن الكبير وقال إنه اليوم هو رجل بريطانيا ورجل الولايات المتحدة الأمريكية، وقال إنه اليوم تآمر مع البرلمان لزيادة الضريبة على النقد ب 27%، وكنت تستمع إلى المداخلة. اليوم الكبير يتحدث عن ميزانية موحدة مع المجلس الأطلسي في واشنطن خلال اجتماعاته، مع كل ما يحدث من خلاف بين الكبير وبين دبيبة والخصومة التي أدت إلى تضخم أكبر في الاقتصاد كما كنا نقول وكما يقول البعض، هل هذا ما سيجعل المحافظ يصرف ميزانية موحدة بعد إقرارها من البرلمان، في حين أنه لم يفعل ذلك منذ سنوات كما تعلم؟ وبرأيك هل سيسلم الميزانية للحكومة المكلفة من البرلمان؟ هل تتفق مع هذا الطرح؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير. شكرا على الدعوة والمشاركة في هذه الحلقة. بالنسبة لموضوع الصديق الكبير، طبعا الحديث قد يتطرق ساعات لو تحدثنا عن مركزي وأفكار الليبي وفي موضوع اللي هو يعني المعاناة اللي يعيشها المواطنين. السيد عامر الصوت غير واضح ولم تكن المداخلة واضحة، ممكن إلى حين أن تصلح الشبكة أو تصلح جودة الصوت نعود معك حتى نتمكن من التواصل جيدا. في الأثناء أعود مع السيد مختار الجديد الخبير الاقتصادي.
سيد مختار، الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الأطلسي بالعاصمة واشنطن بحث دعم المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على معادلة إنتاج النفط وزيادته، والعمل بالتنسيق مع اللجنة المالية بمجلس النواب لإقرار ميزانية موحدة للدولة الليبية. كيف تقيم هذا الاجتماع من منظور اقتصادي؟ وهل إقرار ميزانية موحدة يدعم فعلا إنتاج النفط، علما وأن الكبير كما كنت أقول لم يصرف أي ميزانية موحدة منذ سنة 2014؟ يعني استغرب هذا الحديث. طبعا هذا الحديث صادر عن المصرف المركزي او صفحه المصرف المركزي على الفيسبوك، هم قالوا هذا الكلام. ولكن بالسؤال، هل المجلس الاطلسي هذا مهتم بشؤون ليبيا بحيث شغله الشاغل زياده انتاج النفط في ليبيا، ام شغله الشاغل هو اعداد ميزانيه موحده على مستوى ليبيا؟ هذا كلام عامي ممكن يقول اي شخص، سواء في المجلس الاطلسي ولا يقوله في احد القنوات الفضائيه او يقال في الفيس. هذا كلام عام، يجب زياده انتاج النفط وزيادة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، يجب عمل ميزانية موحدة. ولكن بكل أسف الشيطان يكمن في التفاصيل. لا أعتقد أن أعضاء هذا المجلس يهتمون بالشأن الليبي، ولا أعتقد، ولا أكاد أجزم أن لا علم لهم بتفاصيل الحالة الليبية، لأن أمرنا بالدرجة الأولى لا يعنيهم. لذلك أقول أن الحديث عن ميزانية موحدة كلام جميل، ولكن هل ممكن فعليا تطبيق ميزانية موحدة على مستوى ليبيا؟ ميزانية موحدة يعني إنفاق موحد، يعني حكومة موحدة. هل هذا الأمر ممكن في ظل انقسام حقيقي لحكومتين؟ هل ممكن أن يكون هناك انفاق أو ميزانية موحدة؟ ميزانية موحدة تعني أن ميزانية سيقرها مجلس النواب. هل سيسمح مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية بأن تنفق بناء على هذه الميزانية وسيعترف بها أو سيعيد الاعتراف بها؟ القصة في التفاصيل، يعني تفاصيل شائكة جدا. المشهد الليبي معقد بدرجة كبيرة. نحن نعاني من حالة انسداد سياسي يواكبها انسداد ايضا اقتصادي. طيب اذا كان هذا الامر كذلك سيد جديد، لماذا يتحدث الصديق الكبير اليوم عن هذا المقترح؟ هل برايك هو يمهد ممكن لمرحله قادمه، خصوصا بعد استقاله باتيلي وبعد التحركات الامريكيه الاخيره؟ يعني منطق جديد في ليبيا اليوم، يمكن تشكيل حكومه موحده كما تريد الولايات المتحده الامريكيه وحلفائها. هل اليوم ممكن تشكيل حكومة موحدة وارد من خلال هذه التصريحات للكبير؟ نحن إذا الحديث حالي أصبح حديث سياسي بامتياز، لا نتكلم بشكل اقتصادي، راح نتكلم في جانب سياسي وإمكانية. لكنك دخلت نوعا ما في الجانب السياسي. طيب على مستوى ليبيا، وهذا أمر يعني يفترض أن الصديق الكبير يفترض به كرجل اقتصادي أو كمحافظ مصر المركزي يفترض به أنا بنفسه عن هذه المناكفات السياسية. ولكن بكل أسف نجد داخل أو ضالع في هذا الأمر بشكل كبير. يعني الحديث عن حكومة موحدة وحكومة تنفق بميزانية موحدة، يعني حاليا على الأقل أمر بعيد الواقع. نحن نتكلم عن، لو تكلمنا عن ميزانية موحدة، نحن نتكلم عن ميزانية سنة 2024. ميزانية 2024 يفترض أن تم إعدادها من شهر 10/11 الماضي. نحن الآن في شهر أبريل شهر 4، ولا زلنا نتحدث في البدايات عن ميزانية موحدة. إلى حين لو افترضنا حسن النوايا وكانت هناك ميزانية واحدة، لن تكون هناك ميزانية واحدة قبل 6 أشهر. يعني ستنتهي السنة المالية 2024 دون أن تقر ميزانية موحدة. إذا الأمر مجرد حديث وضغط غير العواطف وحديث غير قابل للتطبيق. لو أنهم تحدثوا من الآن عن ميزانية موحدة لسنة 2025 السنة القادمة، ربما يكون الحديث عقلاني مقبول. ولكن الحديث عن ميزانية احتمال تعد خلال السنة الحالية لسنة شارفت على الانتصاب، وربما لن نشاهد هذه الميزانية حتى مع نهاية السنة الحالية. إذا الحديث فضفاض يتم ترديده كل بداية سنة مالية، ولكن لن نرى شيء على أرض الواقع. طيب أعود معك سيد فتحي الشبلي بحديثنا عن الميزانية الموحدة. هل اليوم الكبير برأيك قادر على صرف هذه الميزانية الموحدة، أم هي مجرد مناورة سياسية ممكن اليوم للضغط على دبيبة؟ إنه بالعقل وبالمنطق، كيف سيتم صرف ميزانية موحدة لحكومتين لا تعترف إحداهما بالأخرى، ولحكومتين كل تسعى إلى إسقاط الأخرى؟ وبالأمس باتيلي في مداخلته أعلنها صريحة، وقال أن الحكومة التي أنتجها البرلمان هي حكومة غير شرعية، ولا يعترف بها المجلس أو الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي. إذا تم صرف ميزانية موحدة
كيف سيتم تسجيل الأموال، وكيف ستتم عملية المحاسبة، وكيف سيتم تخصيص هذه الأموال. هذا كلام مضحك ولا ينطلي حتى على الأطفال، وهي نوع من البروباغندا ونوع من الضحك على ذقون الليبيين. إذا كان الحكومتان إلى حد هذا اليوم كل يسعى إلى الإطاحة بالآخر، وكل يشكك في الآخر، وكل يحاول أن يضفي عدم الصبغة القانونية على الإجراءات المتخذة من الآخر، فكيف ستكون الموازنة الموحدة؟ أبداً هذا كلام غير حقيقي ولا ينطلي على أحد. طيب، هل هي مناورة سياسية سيد فتحي الشبلي؟ هي مناورة سياسية وهي دغدغة لعواطف المغفلين، وأنا أتحدث صديقي الكبير من خلال شاشتكم أن يعطينا 3 مسببات قانونية لكيفية صرف هذه الموازنة، ولكيفية توزيعها ما بين الحكومتين، ولكيفية الرقابة على الصرف. أمر مستحيل. طيب أعود معك سيد مختار جديد الخبير الاقتصادي. وفد من حكومة الوحدة الوطنية توجه أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، وبحث هذا الوفد الحكومي مع إدارة المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار سبل تسهيل عودة المستثمرين الأجانب إلى ليبيا. هذه الجهود المنفصلة من المحافظ ووزير المالية الموجودون حاليا في نفس الملتقى، برأيك ألن تؤثر على جهود الاستثمار الخارجي بإظهار الانقسام السياسي وأعطاء صورة غير آمنة إلى الشركات التي تريد الاستثمار في ليبيا؟ واليوم يعني ليبيا في حاجة إلى هذا الاستثمار، وخاصة أن المناقشات تحدثت عن الاستثمار في النفط، في الغاز، وفي الثروات الليبية. بكل أسف أي حد أو أي مستثمر أجنبي يفكر في الاستثمار، ودي نقطة بسيطة بس، ودير دعوة تقول تعال نناقش موضوع الاستثمار في ليبيا، موضوع استثمارك المستثمر يا أجنبي، تعال نناقش موضوع استثمارك في ليبيا، تعال نناقشه في ليبيا، حنجد تحفظات كثيرة. ليش تخوف الموضوع الأمني؟ كيف حنقنع مستثمر أجنبي إنه يستثمر في ليبيا؟ أنا مش قادر أقنع إنه يجي زيارة لليبيا مدة أسبوع، يخاف على روحه. إذا رأوا العالم يعرف ليبيا ذات وصفاته، يعرف كل التفاصيل. بالأمس شفنا مداخلات السفراء في الأمم المتحدة، الكل يتحدث عن الاشتباكات اللي حصلت في رأس الجير، عندهم التفاصيل أكثر من اللي ما عندنا. إذا نحن بالنسبة للعالم كتاب مفتوح، الكل يعرف ما هي ليبيا. أن يذهب وفد من ليبيا من وزارة المالية لإقناع مستثمرين في دول أخرى أن تعال تستثمر في ليبيا، العالم يعني ما هم صدج الناس، أو العالم يعرف التفاصيل ما عندنا. كل ما بالأمر خلي بيني يفهم حقيقة الأمر. هذه رأى مجرد فرصة سنوية للسفر إلى أمريكا، فرصة بوكيت ماني وفلوس ودولار، وتصرف دولار وتدهو في أمريكا أسبوع 10 أيام وتروح. رأى هي هذه كل النتيجة، ونشوفه نتحدى وزارة المالية، أتحدى وزير المالية أن يعطينا كشف اللي طلع معاه السنة هذه، وكشف اللي طلع معاه العام اللي فات والعام اللي قبله، حتجد نفس الأسماء تتكرر كل سنة، يطلعوا يدهوروا ويروحوا بحجة زيارة أو بحجة المشاركة في نقاشات صندوق النقد الدولي. طبعاً أنت تتكلم عن وفد للدولة لا تمثل شيء في العالم من ضمن أكثر من 200 دولة. إذن الوفد الليبي لا يمثل شيء، مجرد مجموعة من ضمن المجموعات التي ذهبت لأمريكا، ولا اعتبار لها. كل ما في الأمر حاولوا أن يبحثوا عن من يجلسون معه، جلسوا مع بعض المستثمرين، تناقشوا معهم، ولكن أنا أؤكد لك أن الحديث اللي دار بينهم ذهب دراج الرياح، لأنهم ليس لديهم قدرة على إقناع مستثمرين، وتحداهم يستطيع أن يحضر مستثمر واحد إلى ليبيا في ظل هذه الظروف الاستثنائية. وثاني، هذا الأمر بتطبيق مناط بوزارة الاقتصاد ووزارة التخطيط وليس وزارة المالية، اللي دورها الأساسي إدارة أموال الدولة لا أكثر. يعني ما علاقة وزارة المالية بالاقتصاد والاستثمار؟ يعني هذا السؤال يطرح على وزارة المالية، ما علاقة وزير المالية بالتخطيط والاستثمار؟ ما علاقة؟ يعني لو أفضل الأمر للمؤسسة الليبية للاستثمار إلى وزارة الاقتصاد ممكن، لكن وزير مالية ماشي يناقش في مستثمرين أجانب في إمكانية الاستثمار في ليبيا، يعني هذا كلام فضفاض للتسويق الإعلامي بكل أسف لا قيمة له. وهذا الخبر سيذهب أدراج الرياح مثل ما ذهبت أخبار مماثلة مشابهة لهذا الخبر، كلها ذهبت أدراج الرياح، لأن كلها بعيدة عن الواقع. والكل الهدف من هذه الزيارة هو الفسحة والسياحة والحصول على بعض المكاسب المالية.
طيب أعود معك سيد فتحي الشبلي. سيد مختار الجديد يقول اليوم أن ليبيا دولة لا تمثل شيء مقارنة بالدول المشاركة في هذه الاجتماعات، اجتماعات الربيع وحتى بالنسبة للمجلس الأطلسي الأمريكي. ألا ترى؟ ولكن في نفس الوقت سيد الجديد يقول أن ليبيا اليوم يعني دولة مفتوحة على كل الدول ويعلمون التفاصيل الدقيقة للأمور الليبية. ألا ترى أن اليوم ممكن بما أن ليبيا هي دولة مفتوحة على كل الدول وكل الدول اليوم تحاول وضع يدها على الملف الليبي وعلى الثروات الليبية، ألا ترى أن اليوم هذا يخلق فرص يعني استثمارات جديدة حتى لغايات ومآرب أخرى ليست بهدف الاستثمار؟ سيدتي، ما قال السيد مختار هو صحيح وأجاد وأبدع في تصوير الأمر. نعم، الكل يعرف، حتى الطفل يعرف أن رأس المال الذي يريد الاستثمار جبان، رأس المال لا يستثمر إلا في البيئة الآمنة، وبالتالي لا يمكن لأي شركة أو مستثمر أن يغامر بوضع ملايين الدولارات في ليبيا في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا الآن أمنيا وسياسيا واقتصاديا. الاستثمار يعني الربح، المستثمر عندما يريد أن يضع أموال يسعى إلى الربح وليس للصدقة. وكما قال السيد مختار، هم يعلمون كل كبيرة وصغيرة في ليبيا، لأن مخابرات دول العالم كلها متغلغلة في ليبيا وتعرف كل شيء، ويعرفون أن الوضع الأمني لا يسمح في وضع الملايين الدولارات في استثمارات، وبالتالي هذا ضحك على الدخول كما قلت لك، وهذا تصريح. وفعلا ما علاقة وزير المالية بأن يكون في وفد ليجلس مع مستثمرين أو يجلب مستثمرين أو يحاول أن يسوق للاستثمار في ليبيا؟ هذا للأسف أن الواحد ما يجدش حتى الكلمات للتعبير عن هذه المهازل اللي قاعدة تتم. أنت بدل ما ماشي غادي تبحث عن المستثمرين، تعال صلح أمورك أهلية قبل، ابني بلد، ابني دولة، ابني حكومة، ابني الاستثمار يريد مؤسسة سياسية واحدة ليتفق معها وليضمن تحويل أرباحه وليضمن أن ما يتم استثماره على الأرض محمي. هل الآن هذا الوفد الذي يمثل حكومة الوحدة الوطنية ما سيقوم به أو يتوصل به ستعترف به الحكومة الأخرى؟ لن تعترف به، وبالتالي ستذهب هي الأخرى في اتجاه آخر. طيب ابقى معنا سيد فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب وباقي ضيوفي. فاصل قصير ثم نعود. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في هذا المساء نتحدث عن زيارة محافظ المصرف المركزي صديق الكبير إلى واشنطن ووفد عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة وزير المالية أيضا إلى واشنطن. ضيوفي كل من السيد فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب، مختار الجديد خبير اقتصادي، والسيد عامر أحمد المدير التنفيذي لمنظمة حراك ليبيا الحديثة. أهلا بك سيد عامر، أعود معك، كان انقطع الخط. وإن كنت تستمع ضيوفي اليوم تقريبا يقولون أن الزيارة التي يقوم بها كل من الوفد الحكومي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي لا تمت للواقع بصلة وليس لها أهداف اقتصادية، لأن ليبيا اليوم لا تمثل أولوية بالنسبة لهذه الاجتماعات بقدر ما لها مآرب أخرى. ما رأيك في هذا الطرح سيد عامر؟ بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك، كل عام وأنتم بخير. تحية للمشاهدين الكرام وللإخوة الضيوف. فالموضوع لا رأيي لا يختلف عن رأي الإخوة الحديث قبلي. طبعا أنا ذكرت في المداخلة الأولى قبل الاتصال أن السيد محافظ المصرف المركزي مقاعد، يعني مقاعد قرار من رئاسة مجلس النواب، هذا أمر معروف.
التضارب، تضارب اللي هو الاراء وتضارب اللي هي الاطراف السياسيه والصراع المستمر داخل ليبيا انتج لنا زياره اليوم او زيارات يوم الامس او اول امس الاطراف على موقع المركز الاطلسي في واشنطن، ولم اجد يعني ان المركز الاطلسي يتحدث عن زياره صديق كبير ولا وفد من الحكومه الليبيه، يعني مجرد مثل ما سبقوني الاخوه الكرام في ارائهم وتعليقاتهم، يعني فعلا يعني مجرد زياره الغايه والغرض منها لحظر المال العام بالدرجه الاولى، الغايه والغرض منها رقم اثنين من وجهه نظري طبعا يعني تنميع او اظهار المصرف المركزي انه في وضع جيد وانه في واشنطن، يعني اي حد يقدر يجي واشنطن، يعني مش مشكله تاخذ تاشيره وتجي واشنطن، يكون حتى شركات صغرى ومتوسطه تقدر تحضر المركز هذا، بس ممكن بالعكس يعني شفت يعني بعض المنشورات على موقع المركز الاطلسي يعني تحدث عن دول فيها صراع ويعني موجودين والمركز الاطلسي تحدث عنهم. فاعتقد ان زياره السيد محافظ المركزي توقيتها خطا وهو اصلا غير مخول يعني بحكم القانون، لو هناك قانون لو هناك يعني قضاء مستقل في دوله ليبيا المفروض من يوم اقاله الصديق الكبير خلاص يعني كان عنده محافظ اخر، وعلى الاقل ممكن الشخصيه الاخرى قد نجد فيها الكفاءه والقدره على اداره الموارد الماليه الدوله الليبيه. وهذا طبعا شيء يعني ليس بغريب في الدول التي فيها نفط وهناك يعني تشهد او تمر بازمات سياسيه وازمات سياسيه، للاسف يعني تم تصدير صراع سياسي بين احزاب مختلفه داخل ليبيا الى المؤسسات السياديه مثل المؤسسه العسكريه، البنك المركزي الان يشوف التصرفات العشوائيه، وهذه جرائم اقتصاديه يعاقب عليها القانون الليبي. انا صراحه شخص مش قانوني مش متخصص، بس الاخوه القانونيين ممكن يفيدونا بالكلام هذا اللي يتحدثوا عن الجرائم الاقتصاديه وسوء اداره اموال الدوله، واللي هي نتكلم من منظور يعني كمواطن ليبي بغض النظر عن موضوع الخارج او موضوع الليبي، بس المواطن الليبي ولا احمل الجنسيه الليبيه من حقي اطالب بمحاكمه القضيه الكبير والزمره الفاسده التي هي الان في السلطه. من حقي اطالب يعني بمساعده هؤلاء ديوان المحاسبه، يعني حتى تقاريره دائما فيها نوع من المجامله والمحاباه. لابد ديوان المحاسبه يكشف عن الزياره نتاع اليوم، نطالب من ديوان المحاسبه اذا كان فعلا ديوان للمحاسبه مثل ما هو اسمه، أن يخرج هنا السيد شكشك ويبين لماذا إذا كان قضية كبير مجرد يعني يحاول يعمل دعاية نفسه. بالنسبة لوقت الحكومة، بما أن البلد فيها حكومتين، يعني من المضحك أن يجلس وفد من حكومة الوحدة الوطنية التي كنت أؤيدها في السابق باعتبارها حكومة عدت القسم القانوني والبرلمان وكنا متأملين فيها خير، بس الآن أصبحت جزء من المشكلة. فوفد الحكومه هي زياره يعني قدام العالم صراحه مضحكه، لان هناك حكومه اخرى منافسه، يعني المستثمر الاجنبي لا يمكن ان يقتنع بالتعامل او توقيع اتفاقيات الا في مجال توقيع اتفاقيات مجال النفط يعني مستمر من سنوات، وهناك شركات يعني عندها نسبه يعني 48% حسب القانون الجديد قانون الاستثمار الاجنبي، شركات نفط تشتغل ما زالت مستمره بحكم شركتها مع مؤسسه النفط وهذا مورد مهم. الباقي يعتبر مجرد مضي على الوقت وزيارات عشوائيه، وهذا بالمال الان بكل يعني بكل معنى الكلمه. طيب أعود معك سيد مختار الجديد، يقول ضيفي اليوم أن وحتى أنت وسيد فتح الشبلي قلتم أن ذهاب وفود يعني إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت للسياحة، فاليوم كيف يمكن أن يؤثر هذا، وإذا كانت يعني الصورة تصل هكذا للخارج بأن الانقسام يؤثر على الجانب الاقتصادي وأن كل المساعي حتى وإن كانت النوايا جيدة من هذه الوفود لاستقطاب مزيد من الاستثمارات، كيف يمكن أن تؤثر هذه على الموازنات المالية في الداخل الليبي؟ بالتأكيد طبعا حالة الانقسام السياسي هذه لا تخفى على أحد لو تخفى على الدول الخارجية، ولكن أيضا وجود لا أعلم إذا كان هناك وفد من حكومة المنطقة الشرقية برئاسة حماد وفد أو لا أعلم، ولكن لا يوجد فقط من حكومة الوحدة الوطنية. نعم، وهذا برضو مع كل ذلك العالم لا يخفى عليه حالة الاقتصاد الموجودة في ليبيا. الحديث يعني يفترض قبل الذهاب، يعني احنا مش توا موضوعنا ليش مشوا ولا مشوش، نحن لومنا بالدرجة الأولى على أنهم إهمالهم الجانب الوطني وإهمالهم الجانب المحلي،
والمشاكل الحقيقيه للاقتصاد الوطني وانشغالهم بامور ثانويه جانبيه، يعني اجتماعات الربيع في امريكا للصندوق النقد الدولي هذه لا تعنينا بدرجه كبيره احنا الدولي، بهذه الاجتماعات تهم الصين، تهم روسيا، تهم الاتحاد الاوروبي، تهم امريكا، تهم البرازيل، تهم الهند، ولكن ليبيا من تكون ليبيا على مستوى الاقتصاد العالم والاقتصاد الدولي عشان تكون لها حضور فاعل في مثل هذه الاجتماعات؟ نحن مجرد محافظ من ضمن 200 محافظ موجودين على مستوى العالم، بالنسبه صديق كبير محافظ ليبيا المركزي في ليبيا اي نعم، ولكن على مستوى العالم في امريكا ولا يمثل شيء ولا يمثل اسم كبير يعني على مستوى العالم، ايضا وزير ماليه، وزير ماليه من ضمن 200 وزير ماليه على مستوى العالم موجودين، اذا لا قيمه يعني لا قيمه تذكر لما ذهبوا لاجله، لذلك كان الاولى بهم ولاجدة، وهذا ربما يخف حتى من حده النقد ليهم، لو كانوا مهتمين ولو بشكل جزئي في المشاكل المحليه لكان وضعنا افضل، وكان ممكن تغض الطرف حتى على بعض التجاوزات او مثل هذه السفريات. كنا نتمنى ان يجلس وزير الماليه باعتبار انه السلطه المهتمه او المناط بها اداره المال العام في الدوله الليبيه او الجهه المختصه مع محافظ وصل المركزي وزاره الماليه من خلال سياساتها الماليه ووصل المركزي من خلال سياساتها النقديه بالاضافه الى وزاره الاقتصاد، لو جلسوا هذه الاطراف الثلاثه لكانوا اوجدوا جزء او اوجدوا حل للمشكله التي نعاني منها. نحن كليبيين عندنا مشكله في ارتفاع الاسعار، عندنا مشكله في الدولار، عندنا مشكله في السيوله، وشوف شاهدنا الطوابير في العيد، هذا ما يعنينا صندوق النقد الدولي وصندوق النقد الدولي حتى نقد. لكن عذرا سيد جديد، كيف يمكن لنفس الاطراف التي تسببت في مشكله الدولار وفي هذه المشاكل المعيشيه والاقتصاديه يمكنها ان تجد الحل؟ الحل موجود، هو لو صدقت النوايا يعني، ولو كانت فيه نيه صادقه لمعالجه المشكله واستشعروا المشكله كان حيوجد الحل. اليه الاول التفكير في اي مشكله، التفكير في اي مشكله يبدا باول استشعار المشكله بدايه، ومن ثم تفكروا الحلول. للاسف ان مسؤولين لا يشعرون بوجود المشكله، ما يقفوش على طوابير المصارف، ما يعانوش من ازمه السيوله، ما يعانوش من تاخر المرتبات، ما يعانوش من ارتفاع سعر الصرف، لذلك لا يستشعرون المشكله. بكل اسف يعني ونورد مثال بسيط حاليا، لو تكلمنا عن مصرف مركزي، ازمه باديه من شهر 11 لها حاليا 6 شهور، ولا مره تفضل احد من مصرف المركزي سواء المحافظ او احد المسؤولين من مصرف المركزي تفضل وطلع للناس فهمهم شو صاير، والله قالوا حتى كلمه طيبه، بالله معلش سامحونا احنا مقصرين، والله ان شاء الله نديروا حل، ان شاء الله ربي سهل، ان شاء الله قولوا كلام طيب للناس، اطلعوا اكتبوا على الناس، ما طلبناش حاجه كبيره واجد، اطلع فهم الناس شو صاير، ولكن التعجرف والتكبر على الناس يعني يعني نقول لك حاليا مصرف مركزي بمحافظه مسؤولينا يتكبروا على الناس، يتكبروا على الشعب الليبي بكل سلبياتهم، ومع هذا مش فيش واحد يتواضع، يتواضع ويطلع للناس يقولهم كلمه طيبه. يعني لو مصر يطلع بس يتكلم فهمونا، اطلع فهم الناس، هذا واجب عليك انك تطلع تكلم الناس. مش في 6 شهور، انا ادعي اني متابع للقنوات، لا اذكر ان في مره من المرات على مدار 6 اشهر خرج المصرف المركزي تكلم احد مسؤولي الاعلام، ممنوعين من ظهور الاعلام، مسؤولي المصرف المركزي ممنوعين من ظهور الاعلام، لن يتجرا احد منهم للخروج الى الاعلام، انا نقولها، واتحدى اي واحد منهم يطلع الاعلام يتكلم، اطلع واجه الناس وقول الحقيقه، او حتى تقولش الحقيقه، اكذب على الناس، قول كلام طيب، طيب خواطر الناس، ان شاء الله نوفر السيوله، وان شاء الله الدولار يرخص، قول. فلذلك هي هذه مشكله حقيقيه، بالاضافه الى ذلك المفروض انهم يجلسوا يحلوا المشكله، حل المشكله شنو هو حل المشكله؟ مجموعه خطوات وبامكان نعددوها، لكن يبدو ان الحلقه مش مجالها تناقش المشكله. ولكن بكل اسف المصرف المركزي جاء عليه اسهل حل، شنو اسهل حل؟ تعديل سعر الصرف، هذا اسهل الحلول، ولكن يفترض به يكون اخر الحلول، هذا الكي المفروض ما تذهبلاش الا لما تستنفذ كل الحلول الاخرى. بامكاننا سرد مجموعه من الحلول 1 2 3 4 لعند العشره، ممكن ال 11 يكون هو تعديل سعر الصرف. لكن لما تستنفذ لي العشره الاولى، لكن جي على طول على اخر حل واسهل حل تعديل سعر الصرف اللي عاني منه المواطن بالدرجه الاولى، واللي شفنا تاثيراته المباشره على المواطن، وفي نفس الوقت يعني تجاهلت كل الحلول الممكنه الاخرى. نعم. طيب اعود معك سيد فتحي الشبلي،
يقول ضيف إن الحل لا يمكن أن يكون من الخارج ولا يمكن أن يكون من خلال هذه الاجتماعات، وأنت حتى هذا رأيك تقريبا، فبرأيك هل إذا لم يشارك ممكن ولم يكن علم ليبيا موجود في هذه الاجتماعات كانت ستحل كل هذه الإشكاليات؟ هل كان الكبير سيجلس مع وزير المالية أو وزير الاقتصاد أو مع دبيبة ويعني تمحى كل الخلافات؟ هل كان اليوم الحكومتين سيقدمان حلول لسعر صرف الدولار المرتفع في ليبيا ولمشاكل الاقتصادية الموجودة؟ نعم هو ما قلتيه، هذا الاجتماع ووجودهم في هذا الاجتماع لن يقدم ولن يؤخر أي شيء، بل هو بيخسرنا هذه تذاكر الطيران والإقامة اللي في الوفد الرفيع المستوى اللي يتكون من تقريبا 15 أو 16 واحد. هؤلاء لو كانوا جادين في حل هذه المشكلة لجلسوا مع بعض واتخذوا جملة من الإجراءات القانونية التي هي بالإمكان، والتي أولها ليبيا 120 سفارة موجودة في العالم، بأي مبرر 120 سفارة فيها جيش جرار من الموظفين يستهلك حوالي مليار دولار في السنة. ليبيا لديها قروض بمبلغ 96 مليار و600 مليون دينار دولار، لا نعرف عوائدها وفوائدها حتى هذا اليوم. لماذا لا يتم جباية هذه الفوائد من هذه القروض الضخمة اللي قريب توصل لمليار؟ لدينا دعم للليرة التركية ب 10 مليار دولار و3 مليار دولار لمصر، لماذا لا يتم جلب هذه القروض ودعم الدينار الليبي بها؟ هناك 17 مليار من المجمد، لماذا لا يتم العمل على تحريره؟ لماذا لا يتم تخفيض النفقات خاصة السيارات المصفحة التي يركبها المسؤولين في ليبيا؟ وكل مسؤول ممكن عنده 3 أو 4 سيارات مصفحة وحراسات سيارات مصفحة، الوحدة تساوي مليون. لماذا لا يتم تخفيض رواتب مجلس النواب اللي تصل تقريبا إلى 100 مليون كل سنة حتى للنصف؟ لماذا ما عضو مجلس النواب الذي لا يعمل شيء يتقاضى في 16,000 دينار وسيارة ب 250,000 دينار وقروض بدل قروض لليبيان أو المدار 2000 دينار وبدل سكن 8,000 دينار في كل شهر هذا وعلاج مفتوح يصل إلى 100,000 دولار؟ لماذا لا يتم تخفيض رواتب الوزراء ووكلاء الوزارات والذين يحملون عضوية في المؤسسات المختلفة؟ لو تمت كل هذه الإجراءات، وهي إجراءات بالإمكان تطبيقها عندما يجلسون مع بعض البعض، ولكنهم لن يجلسوا لأن كل مستفيد من هذه الامتيازات ومن هذه الرحلات ومن هذه الصفقات المشروعة. قصة المخصصات المواطن الليبي الأربعة اللي كانت 10,000 دولار وتوا ردوها 4,000 دولار، هي القصد منها السوق السوداء وتهريب الدولار، لأن دير منظومة والمواطن يأخذ بطاقة إلكترونية والبطاقة الإلكترونية ما تمشيش في ليبيا لازم تمشي تصرفها في تونس ولا في تركيا أو تبيعها في السوق السوداء. لماذا لا يتم دفع 4,000 دولار مباشرة للمواطن كدة؟ وبالتالي سيتم عرض، سيزيد العرض داخل السوق المحلي وينزل الدولار. هناك العديد من الإجراءات، ولكن هؤلاء لا علاقة لهم لا بليبيا ولا بكرامة ليبيا ولا بشرف ليبيا ولا بأن يعيش هذا الليبي المسكين في حرية وفي بحبوحة ويستفيد من هذه الإمكانيات الضخمة. القصة الغاز التي تستهلكه إيني لإيطاليا، هناك تسريبات وأخبار شبه مؤكدة أننا منذ 2014 حتى هذا اليوم لم نتقاضى مليم من هذا الغاز الذي ينير إيطاليا ويجعل المواطن الإيطالي يعيش في بحبوحة، بينما المواطن الليبي استوانة الغاز واصلة 650 دينار. طيب السياسات كلها سيدتي الكريمة مقصودة لإدلال الليبيين ولبيع ليبيا اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا للهيمنة الأمريكية البريطانية بالذات، ولجعل ليبيا تابع لمدة 100 سنة أخرى
بعد إدخالها للبنك الدولي. طيب بهذه النقطة أمر معك سيد عامر أحمدي المدير التنفيذي لمنظمة حراك ليبيا الحديثة. سيد عامر، محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير دعا الشركات الأمريكية المختصة في مجال النفط والغاز والتحويلات المالية والدفع الإلكتروني والاتصالات والصحة والاستشارات لمناقشة الفرص المتاحة أمامهم للعمل في ليبيا، وحث الحكومة الأمريكية على تشجيع هذه الشركات للعمل في ليبيا في مجالات الطاقة يقول والبنية التحتية والاتصالات والصحة والتعليم والخدمات والنفط والغاز والطاقات المتجددة أيضا. في كل هذا هل تتفق مع من يقول أن مبادرة الكبير في هذا التوقيت بالذات تأتي بحثا لدعم أمريكي يعزز مكانته في منصبه والوقوف أمام الدبيبة؟ نعم، بالنسبة لرأيي في الصديق الكبير أنه هو شخص خارج عن القانون بالأساس. الولايات المتحدة تتعامل معه بحكم وجود على الأرض. الصديق الكبير كمحافظ، أنا ليس أهزوم عليه كشخصة، بس هو جزء من منظومة تعمل على العلاقات الليبية الأمريكية، العلاقات الليبية البريطانية مثل ما تحدث الضيف قبلي. فالسيد الكبير جزء من مجموعة اللي هم الليبيين الأمريكان اللي رجعوا بعد ثورة فبراير وتحكموا في اقتصاد ليبيا ومواردها. معروفين بالاسم السيد محمد يوسف المقريف، وضع ابنة مع الصديق الكبير في المصرف المركزي. هذه منظومة تعمل يعني لبيع ليبيا ولتدمير اقتصاد ليبيا. نتذكر يعني في سنة، جميعنا يعرف في سنة 2014 قبل عملية فجر ليبيا التي دمرت مرافق الدولة، كان هناك اللي هو الدولار متوفر في السوق السوداء بدينار و29 قرش، يعني او لو يعني كان سلعه الغالي تشتري بدينار و30 قرش، والليبيين كلها يعرفوا الكلمات. ففجاه في نهايه سنه 2014 15 يعني صل الدولار بدينار و90 قرش في ذلك الوقت، وهذا الامر موجود مناشير في تلك الفتره على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي مثل، فتأيد كلامي قصدي. السيد الكبير عليه ان يحترم نفسه، والامريكان يعني انا عايش في امريكا من 6 سنوات، الامريكان يعرفوا عن الصديق الكبير اكثر ما يعرفوا عن نفسه، يعرفوا انه شخص مرتشي، انه يمتلك ميليشيا تحميه داخل المصرف المركزي، انه يمول ميليشيات، انه يدعم في تيارات معينه اللي هم تيار الاخوان المسلمين وتيار اللي هو جبهه الانقاذ التي كانت مقرها طبعا في امريكا واسسها السيد محمد يوسف المقريف. البنك الليبي الخارجي طبعا على قمه الهرم، شخص ليبي امريكي معروف، يعني ما نهدمش في شخصه لكن مش تخصصه استثمار اصلا، يعني كيف نمو استثماراتنا مواردنا في الولايات المتحده او خارجها، او كيف ان المستثمر الامريكي او الشركات حقيقي في ليبيا تصير معه. بالنسبه لشركات الفيزا والماستر كارد هذه موجوده، يعني البنوك الكبيره تتعامل مع هذه الشركات، شركات امريكيه بالاساس، يعني شنو حيبدا الصديق الكبير ما عندما يقدم. سيد عامر، بيودنا لو توصل وجهة نظرك أكثر، ولكن انتهى وقت البرنامج. شكرا جزيلا لك سيد عامر أحمدي المدير التنفيذي لمنظمة حراك ليبيا الحديثة. الشكر أيضا للسيد مختار جديد الخبير الاقتصادي، والسيد فتحي الشبلي رئيس حزب صوت الشعب. شكرا جزيلا لكم متابعينا، وإلى الملتقى.